هذا هو مركز التراث الثقافي الإسلامي في حي كنزينغتون في وسط لندن، وهو واحد من المراكز المشاركة في حملة المساجد المفتوحة التي تهدف إلى تشجيع التقارب بين المسلمين وغير المسلمين. عبد الرحمن السيد المدير العام لمركز المنار يشير إلى الدور الذي لعبه المركز بعد حريق برج غرينفيل العام الماضي، حيث استضاف مئات الناجين من الحريق، الأمر الذي كان له طيب الأثر على سكان المنطقة. اليوم المفتوح هو يوم وطني على مستوى بريطانيا، كل المساجد تفتح فيه الأبواب للجيران من الكنائس والمعابد وسكان المنطقة بشكل عام من غير المسلمين والمسلمين أيضا، للتعرف على نشاطات المساجد والمراكز الإسلامية. ونحن كجزء من هذه المؤسسات يعني نفتح أبوابنا في هذا اليوم. يتوافد العديد من سكان المنطقة على المسجد الذي افتتحه الأمير تشارلز ولي العهد عام 2001 بدافع الفضول والرغبة في الاطلاع على ثقافة تعتبر مختلفة لكنها أصبحت جزءا من واقع المجتمع البريطاني المتعدد الأعراق والثقافات والأديان. ندرك أننا نعيش جنبا إلى جنب، ولكننا لا نختلط ببعضنا كما يجب. ونظرا للمشاكل التي عايشناها الفترة الأخيرة، قررنا القدوم إلى هنا للقاء والتعارف. اليوم المفتوح جذب إليه مشاركين من أديان وثقافات أخرى حرصوا على تقديم الدعم لفكرة المسجد المفتوح. ترى اليوم العديد من النشاطات والمؤسسات المعنية، وهذه طريقة فعالة لتعريف الأهالي بالإسلام وفهمهم لما يجري هنا، بالإضافة إلى تعرفهم على الحضارة والعمارة الإسلامية، وهو ما يميز المساجد بشكل عام. عمدة لندن صديق خان حضر إلى المركز وأعرب عن دعمه للفكرة من إقامة هذه النشاطات، وقال إنه بصفته عمدة لأكبر مدينة متنوعة الأعراق والثقافات، فإن اليوم المفتوح هو مناسبة للتعارف واللقاء، مذكرا بالآية التي تحث على تعارف الشعوب والقبائل. أرحب بمثل هذه المبادرات، حيث من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة والمفاهيم المغلوطة عما يجري خلف أبواب المساجد. واجبنا هو تعميق التفاهم بين مكونات المجتمع وفهمهم لبعضهم. الفكرة التي رددها الجميع سواء من المنظمين أو الزوار هي ضرورة الاندماج والانسجام بين فئات المجتمع البريطاني والتصدي للعنصرية والتعصب والكراهية. مركز المنار هو واحد من حوالي 200 مسجد ومركز إسلامي ثقافي في المملكة المتحدة فتحت أبوابها هذا العام لغير المسلمين لزيارتها. عنوان الحملة هذا العام: أبواب مفتوحة، مساجد مفتوحة، ومجتمعات مفتوحة. عصام كرماوي، BBC لندن.